نكفر بالطواغيط التي تعبد من دون الله. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. لازم تجتنب الطواغيط التي تعبد من دون الله وتتبرأ من دين المشركين وعباد القبور اللي هم الصوفية ديل، اتضيعوا دين الله ديل. تتبرأ عشان كده إبراهيم عليه السلام اتبرأ من قومه واتبرأ من أبوه. الله سبحانه وتعالى قال لقد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم، قال لهم شنو؟ إنا براء منكم إتوا ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة، بدا يعني ظهر، وبدا بيننا وبينكم العداوة أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. شكدة تتبرأ من دين المشركين ومن آلهة المشركين حتى يستقيم إسلامك، حتى يستقيم إسلامك. شكدة الله سبحانه وتعالى نقل عن إبراهيم عليه السلام قال إذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إني بريء منكم إننا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إننا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. شكدة تتبرأ من آلهة المشركين ومن عباد القبور، تعبد الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. العبادات كلها لله عز وجل ولا تصرف لأحد إلا الله سبحانه وتعالى، هو الذي خلقنا ورزقنا، هو الذي يميتنا، هو الذي يحيينا. كل هذه النعم، نعمة البصر، نعمة الكليتين يا أخواننا، والله إذا الزول عين لنفسه بتعجب، لأنه الله سبحانه وتعالى خلق فينا حاجات عجيبة مرة واحدة ونعم كلها. لابد نشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعم. الكليتين دال في اليوم بيغسلوا 36 مرة، 36 مرة في اليوم بيغسلوا. إذا الزول عنده فشل كلوي بيغسل في الأسبوع 4 مرات، شوف النعمة دي كيف. وغيرها من النعم، كان جاك حبس بول ساي كيف، إذا جاك وجع ضرس كيف، إذا جاك وجع بطن كيف، إذا جاك صداع كيف. كل هذه النعم لله عز وجل. الله سبحانه وتعالى قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. كل هذه النعم لله عز وجل، ويجب أن نصرف العبادات لله عز وجل، لا لبرعي ولا لمكاشفي ولا لصائم ديمة ولا لشيخ الزريبة ولا غير من الطواغيط الذين يعبدون من دون الله في هذه البلاد وفي غيرها من البلدان. وقدم متحدث من بعد.